السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بقولكم بقى اسعار السمك النهاردة بعد المقاطعة اللي حصلت في السمك. اقولكم على الاسعار وعلى السمك بقى اللي باظ عند التجار. عقبال يا رب اللحمة كده ما تنزل هي كمان ويعملوا فيها مقاطعة. اقولك بقى على الاسعار كلها، مفيش حد عايز يشتري حاجة. اول بس نصلي على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا جماعة نسمي لك كده ونبدأ بالفيديو بتاعنا. وقولك بقى اسعار السمك النهارده. بصي، مفيش حد بيشتري سمك مش زي الاول خالص، الكل بيسأل وبيمشي. يعني المقاطعه جابت نتيجه يا جماعه، جت بقى نقطع اللحمه كمان. السمك البلط اللي معاها ده ب30 جنيه، اللي بتوزنه ده السمك ده ب30 جنيه، الكبير اللي قدامها ده ب50 جنيه. بص، هو الكل بيسأل، يعني مفيش بيع زي الاول. البيع مفيش بيع، البوري عندها ب120 و110، فهو المفروض ينزل اكتر من كده كمان، بس السوق مريح خالص ومفيش بيع ولا شراء. يعني يا ريت يا جماعه احنا كمان نقاطع كمان اللحمه كمان، يعني العيد هو الداخل نقاطع اللحمه بحيث ان يبقى الاسعار كده تنزل زي السمك كده ما هينزل، ومفيش حد بياخد في السمك، مفيش سحب في السمك زي الاول. احنا نشجع بقى المقاطعه دي يا جماعه، نشجع المقاطعه في كل حاجه، كل حاجه بتقدر نعمل مقاطعه فيها. شايفين البوري ده عنده 120 جنيه، والبولت ده كان عنده ب80، عنده النهارده ب60 جنيه. البولت الكبير ده ب60 جنيه، يعني كنت عاملة فيديو قبل كده كان ب80 جنيه. والسردين دوت اللي كان ب120 و100 جنيه النهارده عنده ب60 جنيه. السردين البلدي عنده ب60 جنيه، السردين البلدي ده كده عنده ب60 جنيه، والكابوريا عنده ب60 جنيه، والجمبري الصغير ده عنده ب100 جنيه، كان ب120 جنيه. الأسعار نزلت بس مش نزلت النزول اللي هو يعني. وده عندها البياضة الكبيرة ديت للكيلو بكابتول ب160 جنيه، وصلتني 140 جنيه وانا واقفة، قالتلي 140 جنيه البياض ده. بصي يعني انا شايفة مفيش بيع خالص في السوق في السمك. صلي بقى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو السمك ده برضو اللي عندها نفس الاسعار، برضو البولت بادئ من 50 جنيه يا جماعة. الكبير بقى اللي هو كنا نقول عليه ب90 والكلام ده كله بادئ ب60 جنيه، او كل بيسأل وبيمشي. ده يا جماعه سوق امبابه، في السمك في امبابه اللي جنب سوق الفاكهه. اهو شايفين كل الاسعار نزلت شويه ومفيش بيع. يا ريت بقى نعمل المقاطعه دي كده على طول في الاسعار كلها. اسعار بقى اللحمه العيد هو داخل علينا بتاع اللحمه، نعمل بقى المقاطعه في اللحمه هي كمان. ده عندها المرجان ب60 جنيه، المرجان كان لسه بسال عليه كان بيقولوا ب120 جنيه، النهارده هو ب60 جنيه مرجان. قرميطه اهيت اقول ب60 جنيه برضو. ده بقى وادي البلطي كمان هنا، البولت ده بادئ معاه من 50 جنيه، قرميط برضه هي بتقولي ب60، لا ب50 اهيت. ويا ريت بقى في بيع ولا في حاجة. اهو البيع مش زي الأول يا جماعة، خلينا ماشيين بقى على المقاطعة دي كده على طول. شايفين السوق مش زحمة ازاي؟ البولت ده برضه اهوت ب50 جنيه، نتباع ب50 جنيه. والمكاريل النهارده ب60 وب65 جنيه المكاريل. المرجان اهو بتقولي ب60 جنيه، كان ب120 جنيه النهارده ب60 جنيه. وناس كتير مش فرشة النهارده، ناس كتير جدا مش فرشة، والسود حس ان هو فاضي واللي فارش قاعد اهو. ده سوق السمك يا جماعه في امبابه اللي جنب سوق الفاكهه، نزلت لكم قبل كده فيديوهات عليه كتيره على قناه يوميات مصريه. بس كانت الناس كان زحمه وكتير عن كده. البولت اللي معاها ده ب50 جنيه، البولت اللي معاها ده شوفين البولت ده. والناس مش عاجبها ال50 برضو، خلي بالكم يعني بيسالوا 50 وروحوا ماشيين. ناس كتير مش فرشة عشان المقاطعة اللي حصلت.
اهو شايفين السوق فاضي ازاي. نعمة مقطع اللحمة، نعمة مقطع البيض، نعمة مقطع الفراخ، اهو ده ب50 جنيه. فين شايفين السمك ب50 جنيه ومفيش في بيع. والتوم هو ب30 جنيه ناشف، توم ابيض ب30 جنيه، والاحمر ب35. انا قلت اقول لكم على التوم كمان طالما جه في الفيديو. شايفين البولت ده ب30 جنيه، المعلب ب30 جنيه، صغير طبعا ب30 جنيه. والبوري بدأ من 120 جنيه النهارده. البوري اهو كان ب140 و150 و160، بدأ ب120. والبولت اهي كله عندي 50 جنيه بقى، و40 جنيه، و30 جنيه بولتي، ولسه دخلنا في المقطع دي شويه كمان. شايفين السوق مش في ناس ومش زحمه، مفيش حد فرش اساسا بسبب الاسعار، الناس فرشه قليلة او اللي فرشين. اهو قلت اقول لكم عليه ب50 جنيه اهوت. خلينا يا جماعه في المقاطعه دي على طول، خلينا نقطع كده لغايه ما يتظبطوا في الاسعار شويه. يعني الواحد راح يجيب كيلو بولت ب90 جنيه. كل الاسعار كانت مولعه اهو. بوليات والبربونيا اهيت ب100 جنيه، وفي ب80 جنيه بربونيا كانت ب120 جنيه. والله اللي عمل المبادرة دوت ابن حلال فعلا، والله الله يبارك له، عمل مبادرة المقاطعة ديت الله يبارك له. المقاطعة على كل حاجة ان شاء الله بتغلى كده، الأسعار اللي عمالة مولعة نار دي، ويعني الناس مش عارفة تعيش بصراحة. حبايب قلبي كل بقى الاسعار هنا كلها نازله كده في الاسعار. الجمبري ده كان 120 جنيه بقى 100 جنيه النهارده، والكابوريا اهي ب60 و50 جنيه، والبولتي اهوت ب60 و50 جنيه عنده، والبوري